يعني انا لما اتكلم على الظروف اللي موجوده في مصر هنا وفي منطقتنا وتاثيراتها، انا اقدر افهم ان الدول المتقدمه في اوروبا وفي امريكا وفي دول تانية عندما يعني تضع تعهدات تستطيع ان تنفذ هذه التعهدات لان قدرتها التنظيميه حتى والاقتصاديه تستطيع من خلالها ان هي لما تقول تعهد تقدر تعمله. لكن في دول في افريقيا وزي مصر ومصر منها، في افريقيا ومصر منها، لما تحط تعهدات بتبقى التعهدات دي صعبه جدا لان هي اقل ما اقل شيء مطلوب هو التمويل. التمويل، التمويل المنخفض التكلفه عشان تقدر تتكلم في تكنولوجيا تكلفتها عاليه وبتحتاج لاستثمارات ضخمه جدا. ولكن طب احنا هنمول ده منين؟ وخدينا اديك مثالين صغيرين. طارق الملا او المهندس طارق اتكلم عن ان احنا خلال السبع سنين اللي فاتت قدرنا نطلع باستخدام يعني الطهي النظيف الى حوالي 15 مليون وحده او 60%. من انتوا عارفين ده حجم العمل اللي تم في مصر عشان نقدر ندخل ال 15 مليون وحده او نخلي 60% من الوحدات السكنيه في مصر تشتغل او تعمل بالغاز الطبيعي. ده كلفنا قد ايه وقت وجهد واموال. طيب تصوروا ان احنا في مصر ايضا كان عندنا بنفقد حوالي ما يقرب من 9-10 مليار دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق اللي موجودة في الدولة المصرية. على خلال سبع سنوات أيضا أقدر أقول بمنتهى التواضع إن إحنا قدرنا نتغلب على هذه المشكلة. بس إحنا أنفقنا أموال ضخمة جدا، أنفقنا أموال ضخمة جدا.